كحكومة جملنا شبابنا في تطاوين، أما من نهار اللي سكروا طريق الكامور معاش تحرك سلمي ذاك. ثم اللي قاعد تقول أنت الديمقراطية يقرنها بالفوضى. هو الاقتحام عملوه والحرق بدا. هما مواقفهم متشددة، ساعات هما الصوت العالي، هما الصوت العالي وهما اللي يدفعوا. الهدف اليوم هو أنه معنا يحرقوا تطاوين، وأنه معنا التحرك متاعهم يأتي على الأخضر وعلى اليابس. هو اللي بحجة خدمة أهداف الثورة يولي يدفع فيها للأقصى ليه يهدد الدولة باش تطيح. المحتجين هذوما الأقلية شعاراتهم هي يحط في العلم التونسي فوق الفانة، شعاراتهم هي التأميم، شعاراتهم هي الانفصال. توا جايين تحكيوا على التأميم، هي الدولة قاعدة تستنى فيك، معناها باتك وجنودك قاعدين يستنوا فيك أنت حتى لين تجي أنت باش تحررنا للخارج. وفما من حين لآخر دعوات مشبوهة وراها أجندات مشربكة شوية. أنا أعرف أن هناك قوميين غاديك يدفعوا للأقصى، هناك أيضا حتى من حزب المشروع من يدفع للأقصى، هناك من حزب التحرير من يدفع للأقصى. فما 12,000 دينار تصبوا للمجموعة دي الصغرى جدي بيا نعرفوهم منين جاءوا. راهو يدفع للأقصى باش الدولة تقعد ضعيفة. الأجندة أنه ما تركحش تونس، الأجندة أنا ما نعملوش انتخابات بلدية. إنهاك الأمن، إنهاك الحرس، إنهاك الجيش، راهو هو خدمة للمجموعات الإرهابية وخدمة أيضا لكل ما تنجم تسميه أنت التهرب والتهريب.